هذا الخبر دكتور، عندنا 50,000 زائر باكستاني مختفي من العراق، ما نعرف وين هسه اذا ندور عليهم. ذولا مثل اكو بعض المغيبين، قالوا اكو مغيبين، ما اقول كل المغيبين، نسبه من المغيبين الان دا يتدربون بالصحراء. زين هذول هم مثلهم. زين هذول قسم من عندهم، شوف هذول قسم من عندهم يشغلهم بوديغارديه، قسم عندهم يشغلهم عفوا في بيوت الدعاره، قسم عندهم يودوهم اللبنان يقاتلون، قسم عندهم يشغلهم يسوون هذا يطبخون الكوكايين والتهريب والدولارات، وقسم من عندهم منحوهم جلاسي على اساس جايين طلبه حوزه. هذه كلها موجوده عزيزي، كل هالوثائق مال التجنس العراقي موجوده من 1921. يتغير بس يجي الحكم الوطني خمس دقائق نجر القلم، ذولا كلهم برا اوت. اذكرك في قضيه صدام اجى، للاسف هو خطا كان التصرف، من اجى رادي صفر اكو ايرانيين جايين من 1820، واكو ايرانيين جايين ورا ثوره مصدق عام 1954 جاي العراق، يعني يساريين وغيره. زين انت جيت شلتهم شنو طلعتهم؟ اجى باوعهم، ايش وقت متجنس انت؟ متجنس بال 56 فطلعهم. نفس الشيء كل واحد دخل العراق، عندنا اذا ماكو عندنا الدي ان اي الان، هسه صار هنا في امريكا يعتمدوا في كل العالم، جيب الدي ان اي تعرف هذا اصلا عراقي عربي ايراني. القصد هذه المحاولات للتغيير الديموغرافي والاستثمار يسمونها التجار بالبشر، تعرف كيف؟ تغيير التجار مقصوده. نعم.